الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية ويتفقد أجنحته، ويشهد تدشين الفرقاطة المصرية الجبر. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج، ومرشحو الرئاسة يواصلون حملاتهم الدعائية استعدادا لخوض المنافسات بالداخل. عشرات الشهداء والمصابين جراء الغارات المتواصلة على قطاع غزة، وارتفاع عدد شهداء ومصابي القطاع لقرابة 60,000. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية. يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وخلال افتتاح المعرض شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الفرقاطة المصرية الجبار. وتسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة درع الفرقاطة المصرية الجديدة الجبار طراز ميكو أي 200 التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيدي مصرية بنسبة 100%. هذا وتفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض إيدكس 2023، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناح مجمع الصناعات الهندسية وجناحا آخر خاص بالإنتاج الحربي الذي يتكون من 59 منتجا، منها المنظومة الكهروبصرية حورس واحد ومنظومة الطائرات الهدفية عرابي، وبعد ذلك تفقد الرئيس الجناح الإماراتي، ثم توجه إلى الجناح المخصص للمملكة العربية السعودية. تلا ذلك تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض النماذج للطائرات الحربية، كما تفقد الرئيس عددا من الأجنحة المختلفة للمعرض والخاصة بالدبابات والمدرعات. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معرض إيدكس 2023 يمثل حدثا عالميا مهما، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات المعرض أكد وزير الدفاع أن مصر كانت وما تزال نقطة تلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال القوات المسلحة، أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر، رمز القوة والسلام، بلد الأمن والأمان. فتشريفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة هامة يجب أن تتوقف أمامها طويلاً بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام.
على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. فكانت مصر وما زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء 137 بعثة دبلوماسية مصرية في 121 دولة حول العالم من أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. وأوضحت الهيئة أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين في الخارج في ظل الضمانات والتسهيلات التي اعتمدتها الهيئة. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن السفارات والقنصليات المصرية قامت بإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وإثبات عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين 4 في الانتخابات وبإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وبالتالي إرسال هذه المظاريف إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد عقب الانتهاء منه ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة. نظمت أمانة الشؤون الدينية في حزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية إلى جانب قيادات الحزب. المزيد من التفاصيل معنا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. أهلا بك جرمين، لك متابعة في هذا السياق، تفضلي. نعم بعد التحية، بالفعل مع اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية تعقد المؤتمرات الخاصة بدعم المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ومن بينها مؤتمر اليوم الذي تعقده أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن. أيضا بعد قليل بتنطلق فعاليات مؤتمر خاص بأمانة التواصل الجماهيري والشعبي لنفس الحزب وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال
الانتخابات المقبلة. هذا المؤتمر جاء للتأكيد على الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة من كافة الحاضرين، وذلك كما أكد الحاضرون لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات منذ تولي زمام الأمور في البلاد منذ عام 2014. تحدث المشاركون عن عدد من الإنجازات، منها المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة والتي استفاد منها قطاع كبير من المواطنين، أيضا المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وأيضا ما يتعلق بالإنجازات في قطاع الطرق والقضاء على العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة، مما ساهم كما أكد الحاضرون على حل مشكلة الإسكان وتوفير أيضا مساكن ويعني وجود سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل. فيما يخص أيضا ملف القطاع الديني، بما أننا نتحدث عن أمانة الشؤون الدينية بحزب حماية الوطن، فأكد الحاضرون أنه تم عدد كبير من الإنجازات فيما يخص تجديد الخطاب الديني وأيضا ترميم وبناء الكنائس والمساجد. أيضا في قطاع آخر وفي شأن آخر، أكد المشاركون عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القرارات التي قام بها والجهود التي قام بها في القضية الفلسطينية، وأيضا الجهود التي قام بها لمنع تصفية القضية والوصول لوقف إطلاق النار ووجود هدنة، وأيضا إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. ونتيجة ذلك أكد كل الحاضرين عن دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة كل أعضاء الحزب. بنشير أنه يعني بتستمر كل هذه المؤتمرات وحملات الدعائية حتى اليوم 8 ديسمبر الجاري، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، لتعلن النتيجة بعد ذلك في 18 من نفس الشهر وتنشر في الجريدة الرسمية. كانت هذا تفاصيل يعني ما يتم الآن، والمؤتمر الخاص بحزب حماية الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم على كل هذه التفاصيل. نظم حزب مستقبل الوطن في محافظة ألمانيا مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مركز بني مزار. شارك في المؤتمر حشد كبير من المواطنين في مركز بني مزار الذين أكدوا على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه حقق إنجازات عظيمة خلال فترة ولايته، منها القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية. كانت مولونية طبعا لفخامة السيد الرئيس السيسي، فحاجة كانت جميلة جدا واحنا كلنا بندعمه وان شاء الله بالتوفيق والنجاح بإذن الله. طبعا احنا جايين النهاردة نبيع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، مما شاهدناه من في سنوات من تطوير في كافة الانشاءات والعمارات ووقوفه بجوار الدولة الفلسطينية. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية، استقبلت وفدا من ممثلي عدد من النقابات والكيانات الداعمة للمرشح. ورحبت هيئة مكتب الحملة بالوفد، مؤكدة أن الحركة النقابية هي حركة مهمة، واستقبال الحملة للنقابات والكيانات هو خير دليل على تواصل الحملة الدائم مع كل الفئات. كما أكدت هيئة مكتب الحملة بالمحافظة دور الكيانات والنقابات في دعم مؤسسات الدولة ودعم جهود المرشح على مدار السنوات الأخيرة في حماية مقدرات الوطن. وإحنا النهاردة طبعا بنقول لكل الناس في الإسماعيلية إن إحنا واقفين وقفة رجل واحد بالنسبة للانتخابات، وبإذن الله يوم 10 و11 و12 يبقى فيه دعم شعبي غير طبيعي بالنسبة لأبو سوير إن شاء الله كمركز ومدينة أبو سوير، لأن احنا مقتنعين بالمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة في 6 سنوات، حفاظا على أمن مصر وأمنها. النهاردة شرفنا بحضورنا مع الحملة الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسماعيلية، وسمعنا مقترحاتهم، وان شاء الله كلنا خلف القياده السياسيه، وان شاء الله هننزل وندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروعات التي بداها
وان شاء الله كلنا يعني واسماعيليه تشهد الجموع غفيره بامر الله. عزمنا على ان احنا نجتمع ونيجي للمقر الرسمي لحمله السيد المرشح عبد الفتاح السيسي علشان نعلن الاصطفاف مش خلف فقط المرشح عبد الفتاح السيسي، خلف الدوله المصريه، لان احنا عندنا من الوعي ما يكفي لان احنا نقدر نقيم الاكثر جداره والاكثر قدره على قياده الدوله المصريه في خلال 6 سنوات قادمه، وفي هذه المرحله المفصليه والمهمه من عمر الدوله المصريه وعمر الوطن العربي والشرق الاوسط وان لم يكن من عمر العالم كله، فاحنا مش هنلاقي افضل ولا اقدر ولا اقدر من المرشح عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده جينا حضرنا اجتماع الحمله الرسميه والاسماعيليه للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمعنا للاقتراحات والرؤى من القيادات واللي اتكلموا. طبعا احنا كشباب وقيادات في الانطره متعطشين جدا ليوم الانتخابات عشان نثبت للعالم كله ان احنا ورا القياده وورا رئيسنا، وازاي عاوزين يستكمل انجازاته، وازاي احنا وراه في كل المشاريع اللي هو بيعملها اللي هي تبقى تعود علينا بالخير لينا ولولادنا في المرحله الجايه باذن الله. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. مرحبا بكم مجددا إلى الملف الفلسطيني، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. حيث استهدفت قوات الاحتلال مدرستين بهما نازحون في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 50 شخصا على الأقل. كما استهدفت قوات الاحتلال عشرات المنازل المأهولة في حي الزيتون والشجاعية شرق غزة وفي مدينتي رفح وخان يونس. كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 10 آخرين. هم قالوا اللي طالعوا الشمال إنه زعغان يونس لأنه الجنوب أضمن أو أأمن، وهلأ قصفوا خان يونس، يعني ما فيش أمان حتى في خان يونس. سميت شو طلعنا رفح، برضو رفح مش آمنة، يعني وين بدهم من الآخر، وين بدهم يودونا مثلا؟ احنا تعبنا مش قادرين، احنا صامدين لاخر لحظه. تمام، احنا صامدين وما بنطلعش من ارضنا، ما بنطلعش من البيوت. في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 15,899 شهيدا. وأكدت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين في القطاع بلغ نحو 42,000 مصاب، مضيفة أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال. وسط دوي الانفجارات محاولين إنقاذ أرواح ضحايا قصف المصابين. ويكافح الأطباء والمسعفون في المستشفى الأهلي المعمداني من أجل علاج عشرات المرضى الذين وصلوا بعد عدة ضربات جوية في مدينة غزة، ومع عدم توفر القدرة على استقبال الجرحى داخل المبنى. يقوم العاملون بالمجال الصحي بمعالجة المرضى على الأرض، وأصبح إنقاذ حياة بعض الوافدين المصابين بإصابات خطيرة مهمة شبه مستحيلة. محسين، والله انا ما عارف ايش اقول لك، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما ادرينا، كنا نايمين الا نزل علينا الدمار وما انا عارف الوين، وطلع دار اولاد ابن عمنا ورا الدار، راحت الدار باللي فيها والاولاد، ما انا عارف مين اللي عاش ومين مين. يعني ناس برا وناس جوا مخليه في قلب الموقع، موقع السنافور، تم الاستهداف جنب الموقع بالضبط. هناك اصابات من اولادنا كانوا موجودين، يعني اللي مخليين برا واحنا بقينا.
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن أسوأ قصف في الحرب يجرى حاليا في جنوب قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر الخسائر حاليا في صفوف الأطفال بالفادحة، مناشدا المجتمع الدولي بالقيام بواجباته لإنقاذ الأطفال. Inaction at its core is an approval of the killing of children. But here we are. The bomb started. بعمر الزهور حمل هؤلاء الأطفال حقائبهم، ليس للذهاب إلى المدارس كما هو معتاد في مثل هذه الأيام في جميع بقاع العالم، فهنا في غزة كل شيء مختلف. هؤلاء الأطفال حملوا هذه الحقائب نازحين إلى مكان آمن يبدو غير موجود داخل القطاع المحاصر. حملوا الحقائب الثقيلة والأمتعة، لكنهم حملوا ما هو أثقل من أوجاع وهموم وآلام وسط تجاهل دولي، وكأن العالم الذي يدعي أنه حر يقول لهم لا أرى لا أسمع لا أتكلم. هاي مشينا من خان يونس نمشي قاعدين، هاي لسه قاعدين لسه مش لاقيين سيارات ولا كار ولا شيء، لسه مش لاقيين ولا حاجة ولا نص نقل ولا نقل ولا أي شيء لاقيين. يعني يا عمي حسه حسه يا الله حسه حسه الله حسه روح بدانا. على وسائل بدائية توجه بعض النازحين من غزة نحو رفح في جنوب قطاع غزة بحثا عن مأوى في أعقاب عمليات القصف العنيف والتحذيرات بإخلاء بعض المناطق. والله ما في منطقة صارت في غزة أمان، احنا كنا في الزيتون انقصفر، كنا في المعسكر انقصفر، كنا في مدينة حمد امبارح 6-7 أبراج انقصفر، مش شايفين في منطقة أمان، بس بنتنقل لأنه إيش نسوي أطفال عنا والليل طول الليل قصف، صرنا نتنقل من منطقة لمنطقة، ما فيش أمان في كل غزة. كما شوهدت بعض العائلات وهي تحمل أمتعتها سيرا على الأقدام حاملة حقائب الظهر والأكياس البلاستيكية التي تحتوي على الضروريات. الليلة ما نمناش طول الليل في خان يونس كراج رفح، ما نمنا كله دب دب دب، مش عارفين احنا نروح لا لا شمال ولا يمين، ايش بقول لك روح على الشرق وايش بقول لك روح على الغرب وايش بروح على الشمال وايش بقول روح على رفح، ونفس القصه رفح برضه نفس اللي هي نفس القصه، في منها خوف مش عارفين نروح على رفح ولا يطلع على هكذا، احنا مش هنطلع من مصر غزه نهائيا، مش هنطلع هنضلنا داخل فلسطين. ويقول سكان الجنوب في غزه ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يركز قصفه مؤخرا على خان يونس ورفح لاجبار الاهالي على النزوح القصري، وهو ما قوبل من الاطفال قبل الكبار بالرفض القاطع. هذا وأعلنت حركة حماس أن مقاتليها يأخذون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة. أكدت حركة حماس أنهم استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة في منطقة الفلوجة شمال قطاع غزة وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح. كما أعلنت الحركة أنها استهدفت 5 آليات عسكرية متوغلة في منطقة الفلوجة بقذائف الياسين 105، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية في بيت حانون شمال القطاع. أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى جنوده إلى 75 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. وأعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود أمس الأحد في شمال قطاع غزة، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 401 قتيل منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر. استشهد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية ومخيم قلنديا بالضفة الغربية المحتلة. أوضح شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة وأصابت شابين بجروح خطيرة ومنعت إسعاف الشابين، ما أدى إلى استشهادهما في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس. أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب برصاص قوات الاحتلال فضلا عن إصابة 33 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، من بينها 22 إصابة بالرصاص الحي. إلى لبنان، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوب لبنان. طال القصف بلدات عيت الشعب وعيرون وميس الجبل وسط تحليق مكثف وعلى ارتفاع منخفض لطائرة استطلاع على الحدود اللبنانية السورية. كانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت الليلة الماضية أطراف بلدات الخيام وعيت الشعب ورميش.
أكد وزير الخارجية سامح شكري الرفض قاطع لمحاولات إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية كولومبيا ألفارو ليفا، وتناول الاتصال الوضع الأمني والإنساني المتدهور في قطاع غزة، وأشار الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة الفرصة لتثبيت الهدن الإنسانية لإدخال المساعدات. أكدت جامعة الدول العربية رفضها للتهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة يوم المغترب العربي على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه يتعين على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تجعل ذلك ممكنا. وأعرب المتحدث عن المخاوف من أن الحرب ضد حركة حماس قد تمتد إلى جنوب غزة المكتظ بالنازحين، لافتا إلى أنه من المهم أن تتجنب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين أو وأن تلتزم بالقانون الإنساني، مضيفا أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين. seinen Kern als starke Demokratie bewahren kann. رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مشيرة إلى أن تزويدها إسرائيل بمقاتلات F-35 يساهم في انتهاكها للقانون الدولي في قطاع غزة. وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى بأن الصادرات تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. وكالة الفضاء المصرية تطلق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة إطلاق تيوتشان بالصين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية، حيث أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحظى بها منظومة التغذية المدرسية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة وأصبح لها عمل مؤسسي، وهناك توجيهات رئاسية بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب. أعلنت وكالة الفضاء المصرية إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة إطلاق تشوتشان بمدينة تياكوان بالصين، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي البلدين. هذا وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر، كما نجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل، وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء. وقد تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين. ويعد إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 وهو أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري الصيني الناجح في شتى المجالات الخاصة، وخاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى كونه خطوة مهمة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، وذلك اتساقا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. هذا وتابع دكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع الطاقم الصيني والمصري كافة التفاصيل قبل إطلاق القمر مصر سات 2 من الصين.
وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور الشريف صدقي، قال إن القمر الصناعي مصر سات 2 تم تنفيذه في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، لافتا إلى أن مصر بات لديها أول منتج محلي يطلق في الفضاء. إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 ده تم النهاردة في مدينة تيشان في الصين، وتم الحقيقة في الساعة 6:10 دقائق متأكدة. والأمر ده تم تنفيذه في إطار التعاون الاستراتيجي ما بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ويعد له أهميات كثيرة جدا، أولها إن هو خطوة هامة نحو تنظيم تكنولوجيا القمر الصناعي في مصر. أولا القمر ده منحة جامدة من الصين، دي أول مرة الصين تدي منحة لقمر في أي دولة في العالم. النقطة الثانية إن دي أول مرة لمصر تمتلك قمر، القمر ده ينزل في مصر ويتم عمليات التجميع والتكامل والاختبار فيه في مركز التجميع والتكامل والاختبار الكائن لوكالة الفضاء المصرية. وبرده المركز ده تم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وما بين الصين. تتوالى جلسات وورش العمل في اليوم الثاني لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ويشهد اليوم عقد ورشتي عمل بعنوان الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي والمساعدات الإنسانية جسر الأمل في الأزمات. كما تعقد جلسة نقاشية بعنوان نحو تعزيز الاستجابة للقوانين الدولية لتحقيق سبل السلام العالمي. كما تعقد جلسة تفاعلية للنقاش الحر حول القضايا التي طرحها المشاركون هذا العام من خلال المبادرة بشأن قضايا السلام والأمن العالمي وحل النزاعات والحروب. النهاردة كان في جلسة أنا كنت مشارك فيها أز متحدث فيها، كانت بتتكلم عن ما بعد الحروب والإعمار وإزاي المفروض نفكر أو نخطط في إزاي هنعمل إعمار للدول اللي فيها صراعات الآن وحروب. فاحنا كنا بنتكلم في الجلسة إزاي ممكن نعمل كده، وطبعا النقاش اتفتح والجلسة كان بيحضرها جميع الجنسيات، وبرضو كان فيها جنسيات أصلاً عانت من الحروب دي. تم تناول أو تغطية عدة نقاط مثل تكلفة الحرب بشكل عام وبشكل خاص في غزة، وشكلها إن هي اتخذت شكل، أو الحروب على مر التاريخ بتأخذ شكل عمومية المكان والزمان، إن هي لا تقتصر على دولتي الحرب وإنما تأثيرها أو تداعياتها بتمتد لأبعد من ذلك. الحقيقة إن المبادرة أول إيفنت يعني بمحدث بشكل عام كان متنوع، حضور متنوع، قيادات في منظمات دولية، قيادات في الدعم الإنساني، وكمان خبراء متنوعين في كل المجالات. النقاشات وورش العمل والجلسات محتواها كان قوي جدا. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ختام فعاليات المراحل 3، 4، و5 من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي في عدد من المحافظات. وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تسليم المتدربات شهادات إتمام البرنامج التدريبي، حيث تلقت المتدربات خلال تلك الفترة مجموعة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية، فضلا عن تعزيز مشاركاتها في الحياة العامة.
نفذ صندوق تحيا مصر عددا من الأنشطة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، حيث قام الصندوق بتوزيع 30,000 قطعة ملابس جديدة على الفئات الأكثر احتياجا من الشباب غير القادرين ضمن مبادرة دكان الفرحة للكساء. كما قام الصندوق بتوزيع عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم من طلاب الجامعة وتكريم الطلاب المتفوقين بكافة كليات جامعة كفر الشيخ وتسليمهم هدايا مقدمة من الصندوق. كما قام الصندوق بتوزيع 1200 بطانية و1200 قسيمة مشتريات على العمال وأفراد الخدمات المعاونة بالجامعة، وكذلك تيسير زواج 15 فتاة من أبناء العاملين والعاملات وأفراد الخدمات المعاونة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة بمركز الشباب سرابيوم بمركز مدينة فايد بالإسماعيلية. شملت هذه المبادرة قوافل طبية من جامعة قناة السويس للكشف وعمل أشعة وتحاليل بالمجان وصرف الأدوية، مع عمل قوافل للحالات الإنسانية التابعة لمؤسسة حياة كريمة، فضلا عن عمل أبحاث ومشاريع صغيرة للمستحقين. بنقدم خدمات لأهالينا المواطنين من قوافل طبية في أكثر من 11 تخصص، مجلس قومي للمرأة، صندوق مكافحة إدمان وبحث الحالات الإنسانية، أيضا فعاليات رياضية وثقافية داخل مركز الشباب. والحمد لله يعني ردود الأفعال إيجابية جدا وطيبة جدا من كافة المواطنين. مبادرة أنت الحياة بقرية سرابيوم بمركز مدينة فايد، احنا موجودين النهاردة معانا 9 جهات بتقدم خدماتها للمواطن بمركز مدينة فايد، منها مديرية الصحة وجامعة قناة السويس وشباب الرياضة والثقافة، وبتقدم خدماتها. وفي برضو المؤسسات الخيرية بتعمل اللي هو الموضوع الغارمين، وطبعا في قوافل طبية بتقدم خدماتها للناس عظام وجلدية ورمض وصرف الأدوية مجانا لأهالي قرية سرابيوم. طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام بصحة المواطن، النهاردة عندنا ملحمة كبيرة في مركز فايد تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة. إن شاء الله بنطلق النهاردة أنت الحياة في مركز فايد، عندنا ملحمة اجتماعية خدمية للمواطنين، عندنا قافلة طبية جميع التخصصات، صرف الأدوية بالمجان والكشف بالمجان، عندنا المجلس القومي للمرأة النهاردة بيطلع بطايق للسيدات، عندنا معسكر كشافة. أعلنت وزيرة الثقافة نيفين كيلاني إقامة معرض للكتاب في سوهاج سنويا، على أن يقام المعرض في الأول من ديسمبر من كل عام، وذلك ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة الفنون والثقافة، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة سوهاج والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين. وجاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة لمحافظة سوهاج والتي شملت تفقد أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج والتي تكلفت 106 مليون جنيه. هذا وتفقدت الوزيرة كذلك ويرافقها محافظ سوهاج قصري ثقافة أخميم والكوثر، بالإضافة إلى افتتاح كشك كتابك بقرية أولاد سلامة بالمنشأة. احنا الحقيقة بنتشرف بوجودنا وزارة الثقافة في افتتاح معرض الكتاب الأول بمحافظة سوهاج، وده يعني بدعم وتشجيع كبير جدا من سيادة المحافظ، لأن كان في يعني دعم قوي ومساندة وتذليل لكل العقبات اللي موجودة علشان تحقيقا لمبدأ يعني العدالة الثقافية اللي نص عليه دستور 2014 من ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الخدمة الثقافية في ربوع المحافظات كلها. في إطار بقى استكمال جهود وزارة الثقافة، الحقيقة يمكن هنقول ده استكمال لخطة الدولة كلها والقيادة السياسية بالنسبة للصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة. يمكن السنة اللي فاتت كان عندنا مهرجان هنا ثقافي أو موسيقي غنائي، النهاردة بقى بشكل تاني خالص بنتكلم على معرض كتاب لأول مرة بيتعمل في سوهاج بهذا الشكل. الحقيقة ما كانش فيه قبل كده، يعني مش هنقول ان احنا طورنا، لا، وما كانش عندنا معارض بهذا الشكل. واعتقد ان زيارة سيادة الوزيرة النهاردة بتقول ان احنا في القلب. والحاجة التانية طبعا قصر الثقافة اللي يمكن اللي حضرتك سألتوا عليه قبل كده، في عملية تطوير شامل تحت اشراف سيادة الوزيرة شخصيا. افتتاح معرض للكتاب في سوهاج
حقيقة المعرض أنا لما جيت النهاردة لقيت أنه هو معرض ضخم جدا، في حوالي أكثر من 25 دار نشر مختلفة ما بين دور نشر خاصة ورسمية، في نفس الوقت كتب متنوعة جدا أكثر من أعتقد 20 أو 25 ألف كتاب. حقيقة المناسبات اللي بتبقى شبه كده اللي بيتم إقامتها في الأقاليم وبالذات أقاليم الصعيد بيكون ليها دور كبير جدا وأثر مهم في ان هي تنشر الوعي والثقافة. فكرة ان انا بنتقل من دور النشر اللي هي مقراتها العاصمة والمعارض الكبرى اللي مقراتها العاصمة الى راغبي القراءة وراغبي الثقافة في الاقاليم. موعدنا الان مع اخبار الاقتصاد وميرنا ايهاب، اليك ميرنا. شكرا لكما سحر ونهى، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين شركة بالم هيلز للتعمير وشركة ماريوت الدولية، ذلك للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية ريتز كارلتون بالم هيلز في منطقة غرب القاهرة، والتي تبلغ استثمارات المشروع بها 4 مليارات جنيه ويوظف 600 فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة ونحو 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء. وعلى هامش التوقيع قال مدبولي أن مصر تولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، خاصة في منطقة غرب القاهرة القريبة من الأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي تستعد الدولة لافتتاحه. في إطار مشاركته في فعاليات قمة كوب 28 بدبي، شارك وزير البترول طارق الملا في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان سبل الاستفادة من جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط. وأكد الملا خلال الجلسة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لكافة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتأكيد على أن الغاز هو الوقود الانتقالي الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون. وأشار الملا إلى أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.9 من 10 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة تقدر ب 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة تقدر ب 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة. انخفضت أسعار النفط رغم تكهنات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 85% إلى 78 دولار للبرميل، فحين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة تقدر ب 73% لتصل إلى 73.53 دولار للبرميل. ولقيت أسواق النفط دعماً من إعلان أعضاء في مجموعة أوبك بلس في اجتماع عقد الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يومياً.
تخطى سعر الذهب مستواه القياسي التاريخي متجاوزا 2100 دولار للأوقية في ظل التوقعات بخفض الاحتياطية الفيدرالية الأمريكية أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وحقق الذهب 2135 دولارا للأوقية عند بدء التداولات في آسيا، وحطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 بين تفشي وباء كورونا. وحدث تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أرجأت محكمة في هونغ كونغ جلسة استماع مقررة بشأن التماس تصفية شركة إيفرغراند الصينية المتعثرة للتطوير العقاري حتى 29 من شهر يناير المقبل. وتحاول إيفرغراند الحصول على دعم من دائنيها لخطة إعادة هيكلة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار لتفادي التصفية. وإيفرغراند هي شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وواجهت مشاكل عندما قامت الهيئة التنظيمية الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في قطاع العقارات. انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة إليكم مرة أخرى سحر ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا. وإلى هنا انتهت نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية ويتفقد أجنحته، ويشهد تدشين الفرقاط المصرية الجبار. الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج، ومرشح الرئاسة يواصلون حملاتهم الدعائية استعدادا لخوض المنافسات بالداخل. عشرات الشهداء والمصابين جراء الغارات المتواصلة على قطاع غزة، وارتفاع عدد شهداء ومصابي القطاع إلى قرابة 60,000. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.